إذا المقادير للبروستد تشيكن نحتاج لجاجة واحدة مقطعة على 8 قطع، برضو بنحتاج لكوبين طحين، لبيضتين، ولربع كوب حليب، نص ملعقة صغيرة زنجبيل، وملعقة واحدة صغيرة بودرة الثوم، برضو بنحتاج لملعقة واحدة صغيرة بصل بودرة، وملعقة واحدة صغيرة بابريكا، وملعقة صغيرة زعتر، وبرضو بنحتاج لبابريكا حارة زي ما قالت غادة، إذا بتحبوا تحطوها أو ما تحطوها إشي برجع لكم، ملح وفلفل، وطبعا زيت للقلي. طيب شوفي، أنا جربت طرق كتير الصراحة للبروستد، ودي أكتر طريقة أنا حبيتها وبتطلع لطيفة جدا، ويعني تقريبا هي الطريقة عجبتني أكتر حاجة. تمام. طيب إحنا بنقطع بس الفراخ لـ8 قطع كل واحدة، وممكن طبعا نعملها بالصدور، بتبقى زي قطع فيليه بس. عندنا هنا البيض عشان بس نجهز كده كله، خلاص. عندنا هنا الطحين، دلوقتي انا بس هحط هنا شويه ملح وفلفل. شوفي كل التوابل اللي عندي هحط منها هنا وهنا وهنا، بس على الطحين هركز اكتر. اوكي، لان هو اللي بيبقى فيه الطعم اكتر حاجه. فانا هحط هنا شويه ملح وهنا شويه ملح وهنا شويه ملح، وبعدين فلفل. طبعا احنا حاطين الزيت على النار وفلفل. هنيجي بقى على بودرة ثوم، بودرة بصل، بودرة زنجبيل، ده بقى كله هحطه على الطحين. تمام. هحط رشة الزعتر والبابريكا الحلوة والبابريكا الحراقة، ممكن بابريكا حراقة، ممكن شوية شطة، يعني زي ما انتوا عايزين. طيب كدا، احنا هنحط ده هنا كده. حطيت الدجاجة في البيض، ومن البيض على الطحين. للطحين. اوكي. اوكي. حلو. دايما خلوا ايد للبيض وايد للطحين. بعد ما حطيتها في الطحين برجع اخدها واحطها تاني في البيض. كمان مرة. كمان مرة. ومرة تانية كمان بالطحين. وكمان مرة تانية في الطحين، فاحنا كده مرتين، فانا كده بثبت التغليفة اللي عندي على الفراخ. أوكي. الجاج. تمام. لو ما عملتش كده ممكن بتبقى زي، عارفة لما بتعملي السمك بشوية بتلاقيها مهرهرة كده شوية. أوكي. دي لازم نحطها والنار عالية. أوكي. زي انا برضو ما عملتها قبل كده، قلت نفس الكلام، لازم بحطها لما النار عالية، بتكون النار عالية. أوكي. بس بحس ان النار خلت التغليفة اللي عندي تتماسك، بروح مخليها النار وسط، ده لان انا عاملة الفراخ بعضمها. اوكي. اوكي. لو مش بعضمها كنا طبعا سويناها عادي، بس لانها بالعضم فبتاخد وقت اكتر في السوى، فده اللي احنا لازم نعمله. فدلوقتي انا حسيتها تماسكت، بروح موطية النار. شكراً لمتابعتكم، وما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شيء جديد.